خنجر ده ليه مش مع عمي؟ عشان عمك ما يستحقوش، لأنه هو لوحده اللي قتل أبوك. ولو مش فاكر أنت ممكن تسأل هدية، أنا عارفة أنها بتكرهني أنا وعنتر، بس مش معنى الكلام ده إن إحنا نلبس مصيبة إحنا ما عملناهاش. ماهر الله يرحمه كان عازمنا على العشاء عشان أكبر مزاد رسي عليه، بس فجأة بقى أبوك وشيني مسكوا في بعض. حاولت أنا وعنتر أخويا اللي إحنا نفك ما بينهم، بس جابوا البيت علي وطي، وشيمي قال له أنا هولع فيك، وفي ثانية النار مسكت في كل حاجة. أنت لو فاكر كلام أبوك زي ما بتقول، هتلاقيه أنه كان بيستنجد بينا عشان إحنا كلنا زي بعض، وكلنا كنا هنتحرق بالنار اللي ولعها شيمي. ليه كده يا شيمي؟ أنا أخوك يا شيمي، خد الدخل، خد اللي أنت عاوزه، خد فلوسي كلها. يحاول يحاول صاحبك الحقني، خد هدية عشان تكون فيها هي وعبد الله. حرام عليك يا عمر، خد أمك تخرج يا عبد الله. بس الشيمي كان جاحد والنار ما هزتش فيه شعرة، لحد ما ركبت جركن مية أنا والهولي الحاوي، وحاولنا إن إحنا نطفي النار بأي طريقة. عنتر أخويا اترعب من المنظر، حاول ينقذ ماهر بس معرفش، خاف على صناديق الدهب فجرجرها على بره مع الشيمي، والحاوي هو اللي حاول يطفي النار بس برضه معرفش. وانا قعدت ادور عليك واقول يا هديه يا هديه، وقعدت اصرخ وما كنتش سامعه لكم اي حس خالص. خرجنا كلنا واحنا مخنوقين، وانا اترميت على الارض قدام البيت مغمى علي، كنت حامل ساعتها وما فقتش غير وانا في المستشفى. ومن يومها لساني ما خطبش لسان الشيمي، وعمك اشترى سكوت عنتر بشوية من السرقة اللي سرقها ليلتها، وللأسف الحاوي مخه فوت وبقى يشوف أبوك في كل حتة، وهو بيصلي جنبه وهو بيطلع له في ممرات الساغة راحت منه خالص. احنا غلطنا ان احنا ما بلغناش على الشيمي ليلتها، بس عمك جنبه أسرق وكل مالنا كان معاه، وللأسف كان ماسك على كل واحد فينا في شغلانته مصيبة توديه في 60 دهية. بس مش معنى كده إنك تاخد العاطل في الباطل بذنب عمك. يا عبد الله، أنا عارفة إن أنت كنت واعي ساعتها، وفكر في الكلام اللي أنا قلته. شايف إن في أي حاجة كدب؟ مفيش حرف من اللي قلتيه مش راكب على اللي شفته. بس شمس اللي حصل، بقول لك ايه، انا لا جاي اقول لك سامح، ولا جاي اقول لك رجع اللي خدته، ولا جاي حتى اقول لك اللي عملته ده ما يحقلكش. انا بس عايزك تدورها في دماغك عشان لما تيجي تاخد حق ابوك تعرف تاخد حقه من اللي قتله. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.